صباح الخير من جديد لكل المتابعين والمشاهدين طبعا، وكمان لابراهيم ودانا. خلينا نتعرف على الحاله الجويه، واحنا شايفين هاليومين في شويه استقرار، وتكون درجات الحراره قريبه من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس بارد في عموم المناطق، وتتكاثر السحب ليصبح الطقس ما بين غائم جزئي وغائم ظهرا وعصرا، ويحتمل هطول زخات محليه خفيفه من الامطار خاصه في شمال ووسط المملكه، تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أيضا حالة البحر وارتفاع الأمواج تكون متوسطة الارتفاع ما بين 15 إلى 30 سنتيمتر، وأيضا درجة حرارة البحر تكون أو مياه البحر تكون 22 درجة مئوية. أما ليلا يكون الطقس باردا ورطبا بوجه عام في عموم مناطق المملكة، ويتوقع تشكل الضباب فوق أجزاء واسعة من السهول الشرقية والبادية وبعض المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح خفيفة ومتقلبة الاتجاه. في تحذير صغير لازم تنتبهوا له، اللي بيروحوا متأخرين أو حتى بروحوا على دواماتهم بكير الصبح تقريبا 5:30 6، لازم تنتبهوا من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب بأجزاء من البادية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية. بتعرفوا قليلا، بس خلينا نحكي هيك بعض النصائح دانا، لانه هناك بعض الحوادث اللي صارت بمنازلنا بالاشهر الاخيره. خلينا نعطيكم بعض النصائح للاستخدام الامن للمدفأة. يجب اختيار موقع مناسب لوضع المدفأة فيه بحيث لا تعيق الحركه فتكون عرضه للسقوط على قطع الاثاث والسجاد. وايضا يجب مراقبه الاطفال وتجنب تركهم منفردين واللعب بالقرب من المدافئ، ويجب أيضا تجنب وضع المدفأة قريبا من الستائر والمواد القابلة للاشتعال. وهناك أيضا عدم استخدام المدفأة لأغراض الطهي أو التسخين أو تجفيف الملابس خاصة بوجود الأطفال حولها. وأيضا يجب مراقبة المدفأة باستمرار وعدم الذهاب للنوم وهي مشتعلة خوفا من الحريق أو الاختناق. وأخيرا يجب الاحتفاظ ببطانية حريق مناسبة وصالحة للاستعمال والتدريب والتدرب عليها، حتى في حال لا سمح الله أصبح هناك حريق تعرف كيف تستخدمها. نتمنى لكم السلام للجميع، وإن شاء الله دائما بيوتكم دافئة وعامرة بالجمعات والحب والسلام. إليك دانا وإبراهيم.